حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي عزيزاتي، نعود بكم مجددا إلى قصر غمدان، القصر الذي يحفه الغموض وتتعدد حوله الروايات والأساطير، فتتناقض تارة وتتفق تارة أخرى. قصر غمدان الذي كان في عصره معجزة المدائن وقبلة الملوك من شتى بقاع الأرض، تساقطت أحجاره وتهاوت أركانه جراء تعاقب الدول وويلات الحروب وصراعات الأديان واختلاف المذاهب والطوائف. شأنه في ذلك شأن القصور الملكية الأخرى في سلحين وبينون وشقيرة ويلا الدريب وريدان والمعافر وغيرها. كان في عصره معجزة البناء والتخطيط الهندسي الفريد، إلا أنه تحول إلى أحجية يصعب فك رموزها. والمضحك المبكي في آن واحد أن من يحاول الكتابة عنه أو دراسته لابد أن تساوره الشكوك من مختلف الاتجاهات لكثرة الروايات والأساطير التي تتناوله، منها ما هو منصف ومنها ما هو مجحف. قصر غمدان هو واحد من أشهر قصور اليمن بصنعاء وأقدمها وأعجبها ذكرا وأبعدها صيتا، حيث يعتبر أول قصر تم بناؤه بعد الطوفان. وجاء عند الإخباريين الأوائل أن الذي أسس لبنائه وحفر بئره على سفح جبل النقم هو سامو بن نوح عليه السلام. ومن خلال الوثائق التاريخية والمصادر الأثرية وما تحدثت عنه النقوش اليمنية القديمة أن بناء قصر غمدان يعود إلى الملكان الشرح يحضب وشعرم وتر في منتصف القرن الثالث الميلادي. ومن الأساطير التي وردت عن قصر غمدان ما ذكره الهمداني بأنه بني في عهد سامي بن نوح عليه السلام بعد أن استقر الطوفان، إذ كان يريد بناؤه على سفح فج عضدان المعروف اليوم بفج عطان، لكن طائرا كبير الحجم أخذ خيط البناء الذي يعرف بالميزان الذي يقاس به ارتفاع البناء وطار به إلى سفح جبل النقم ورمى الخيط هناك، فعرف سام بأن الطائر مرسل من السماء ونقل بناء القصر إلى هناك. وحسب الرواية أن قصر غمدان يعتبر أول قصر بني على الأرض. وهناك لوحة تم العثور عليها في اليمن تطابق هذه الأسطورة بجميع تفاصيلها لطائر كبير على فمه خيط، روايات وأساطير أخرى لا مجال لسردها هنا. وقد كان له دورا سياسيا للتبرك به عند الانتصارات في الحروب من خلال إقامة الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية، إذ يتم إيقاد الشعلة على رأسه ليراها الناس على مسيرة 3 أيام، وقد كان محور الحكم عند كل شعوب العالم، وتستمر مكانته في التعظيم والتبجيل إلى عصرنا الحالي، لأن من خلاله كانت تصدر الأحكام المطلقة، ويزين بفخامة الأعمدة والسقوف المليئة بالزخارف النباتية والهندسية، وله صرح معماري عجيب يمثل رمزا حضاريا للبلد وتاريخها، فإذا سقط القصر سقط الحكم. ويأتي أقدم ذكر لقصر غمدان في النقوش يرجع إلى عهد الملك السبأ شعرم أوتر ملك سبأ وذي ريدان في عام 220 للميلاد، والنقش مذكور فيه قصرين هما قصر سلحيم في مأرب وقصر غمدان في صنعاء. وهناك نقش آخر يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثالث الميلادي في عهد الملك إيلي شرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان، في حين تذكر دائرة المعارف البريطانية بأنه ورد في بعض النقوش التي وجدت في بقايا الأحجار المتكسرة أنه يعود إلى القرن الأول الميلادي. موقع القصر. يتفق الدكتور أنور الحائر مع رأي بونان فان بأن مدينة صنعاء قد بدأت في موقع قصر غمدان والذي يطل على السهل كله، ولذا فمن المحتمل أن تكون المدينة قد نمت وتطورت في المساحة الكائنة بين الموقع القديم للقصر وبين مقر الملك الجديد. ويعتقد بأن الجزء الشرقي في صنعاء هو الجزء الأكثر قدما ويدعى القطيع، ويشتمل على منطقة القصر والأسواق والمعبد. وعن موقع القصر فإنه كان ممتدا من شرق الجامع الكبير إلى حدود مسجد الحميدية المعمور حاليا،
كما يظهر من بعض وثائق الوقف القديمة، وفي الطول جنوبا باب اليمن إلى مسجد الشهيدين في المشهد. أما عن المبنى المستطيل الغربي القصر في الرسم الصخري الذي تناولناه في الفيديو السابق، فيبدو أنه منشأة دينية، وربما كان المعبد التابع للقصر قديما، والذي جاء ذكره في نقش CIA S 39:11/03NO6. السطر 11 منه يقول، ويقول مضمون النقش: وخرجت دادة المرافقة، شافني أب، لكنها توجهت إلى معبد أوام الذي في باب صنعاء بملبس مجيب. مما سبق، يعتقد الدكتور أنور الحائر بأن موقع ذلك المعبد كان بالقرب من بوابة مدينة صنعاء، وربما يكون موقع الجامع الكبير اليوم على أطلال ذلك المعبد. ويرجح أن البوابة الشرقية في اللوحة الصخرية هي ما يسمى اليوم قصر السلاح، وهي القلعة التي كانت تمثل بوابة القصر، وأن البوابة الجنوبية الغربية هي نفس البوابة الباقية إلى اليوم في صنعاء وتسمى باب اليمن، وأن البوابة الشمالية الغربية كان موضعها باب شعوب اليوم. عدد طوابقه: تعددت الروايات حول هذه النقطة، والشائع عند الجميع بأنه مكون من 20 طابقا، لكن الرسم الصخري في جرف اليهودي والنقوش تشير إلى 7 طوابق لا أكثر. كذلك الهمداني يتفق مع هذه الرواية، إذ يرجح أن قصر غمدان مكون من 7 طوابق، حيث يقول في إخباره عن بناء قصر غمدان: مما سمعه من أهل العلم أن غمدان كان على 7 طوابق، بين كل سقفين 40 ذراعا، وهذا لا يمكن، لأن 40 ذراعا بين كل سقفين كثير، مسقوف من حجر الرخام، وكان في زواياه الأربع 4 أسود من نحاس أصفر، خارجة صدورها فإذا هبت الريح في أجوافها زأرت كما تزأر الأسود. ويضيف الهمداني: كان شاهق الارتفاع يناطح السحاب، استخدم في بنائه الأحجار الرخامية، ممردة صروحه بالجزع والمرمر، إضافة إلى استخدام المعادن كمادة لربط أحجار البناء فيما بينها، وللقصر قطارة لحساب الوقت، وأعلاه غرفة المنظر أو ما يسمى المفرج، مسقوفة بأحجار رخامية، وأنه محصن بسور وإلى جواره نخلة مشهورة تسمى الدامغة، تتدلى بأغصان سعفها في بهو القصر. بعد ذلك نجد الهمداني يأتي بالخبر الثالث الذي يذكر فيه حديث عمرو بن إسحاق الحضرمي عن أبيه عن جده أن الشرح يحضب بناه على 7 أسقف، وهو خبر منطقي نجد له أثر في النقوش المسندة والبقايا الأثرية. والـ7 طوابق هي المستويات المعمارية المعقولة التي لا نجد أكثر منها في النقوش المسندة المتعلقة ببناء بعض القصور، منها النقش الموسم ب YM1695=PIR.BNUN3GR27=DJE12 or 12، وهي 6 طوابق في قصرين بظفار والمشاول في المعافر بتعز. والنقش الثالث من بينون يذكر عدد الطوابق للقصر 5 طوابق. ومن ناحية أخرى، لا يعقل في زمن ملوك سبأ وذريدان مقدرتهم على الصعود والنزول في قصر يبلغ عدد طوابقه 20 طابقا، وأن اختلاف الإخباريين في تحديد مستوى الارتفاع للقصر ربما نتيجة أعمال بعض الناسخين ممن حرفوا الكلام عن مواضعه. وعلى سبيل المثال، الهمداني أخبرنا عن قصر غمدان من خلال ما سمع عن أهل العلم بأنه 7 طوابق بين كل سقفين 40 ذراعا، أي ما يقارب 18 متر تقريبا. ومن ثم يذكر اعتراضه لما ذكر محاولا تحليل وتفسير ذلك الخبر منطقيا بقوله، وأنه كثير ولا يمكن ذلك، لأن 40 ذراعا كثير، وأن الأصح في نظر المؤرخين أنه 20 سقفا، كل سقف على 10 أذرع. والمعروف أن الكثير عكس القليل، واعتراض الهمداني على ما قاله أهل العلم عن قصر غمدان بتوضيح الشيء المعقول والمناسب، إلا أن عدم فهم جملة الهمداني تزيد الكثير كثير. وبشكل واضح أن الهمداني بعد سماعه لحديث أهل العلم
قام بتحكيم العقل والمنطق، فوجد أن 40 ذراعا بين سقف وآخر شيء كثير، وربما أنه وضع اعتراضه بعد إجراء عملية حسابية نتج عنها أن 40 ذراعا بين كل سقف وآخر تجعل من المبنى 20 طابقا وليس 7 طوابق. لهذا لا يقصد الهمداني في كلامه بأن القصر مكون من 20 طابقا، وإنما الغرض من ذلك هو تدعيم حجته لاعتراضه حسابيا على 40 ذراعا التي لا تتناسب مع الرقم 7. هدم القصر. تختلف الروايات والأخبار عن هدم قصر غمدان، وترجح الدراسات اليمنية إلى أن تهدم قصر غمدان قد مر بعدة مراحل، منها ما أصابه من حريق أيام الغزو الحبشي، وهدم جزء منه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تهاوى ما بقي منه في أيام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. بينما يروي بعض المؤرخين الإسلاميين أن قصر غمدان قد جرى هدمه بأمر من الخليفة عثمان بن عفان. وما تشاهدونه الآن هو هذا اللوح البرونزي المزخرف والموجود حاليا في محراب الجامع الكبير بصنعاء، يعود حسب إفادة الدكتور أنور الحائر إلى القرن الثاني قبل الميلاد تقريبا. عليه نقش بالخط المسند لمجموعة أشخاص من بني جد، يذكر فيه أنهم أقاموا بوابة من مصراعين أي دفتين لصرح معبد تفيض بجاه ملكهم أو سيدهم كرب الوتر يهنعم ملك سبأ.